لم يعد كل شيء كما كان. فعل اللهب في اليونان مثل ما فعل في تركيا، على مد البصر تحولت رمادا بعد أن كانت غابات تزين معالم جزيرة وابيا اليونانية. ولأثنى نصيب من الجحيم الذي وصفه سكان البلدات في شمالها، لم تسعف الماء إنقاذ ما يمكن إنقاذه، فالنار هنا صاحبة القرار. وهذا المشهد المذهل الذي ترك في نفوس من هربوا وفروا من الموت بالألاف وصفوه بالمرعب المخيف. بدأت قصة اللهب في تركيا واليونان، حرائق وغابات مستعرة تخرج عن السيطرة، لكن مشاهد الحسرة على ما تبدد رمادا في عيون الناظرين أصبح يهدد 4 ملايين شخص في أثينا الكبرى. 260 عنصر أطفاء يوناني، دعمهم 200 آخرون من أوكرانيا ورومانيا، لكن الإخماد الذي يحول النار إلى مشاهد سوداء مظلمة فتحت خط المواجهة بين البقاء والنهاية. تلك كلمات يتداولها الأوروبيون وينطق بها الخبراء دعما لنتيجة بلوغ وباء الحرائق إلى مستوى لم تصل له دول منكوبة في سنوات سابقة. تصرح الأمم المتحدة مؤكدة اختناق العالم ودخول الاحتباس الحراري مراحل قاسية قد تنذر بارتفاع درجات الحرارة في أعوام مقبلة.